النهاردة نجم رامي جمال هيكون على موعد مع جمهور مهرجان العالمين في حفلة اللي الناس كتير جدا مستنياها من محبين وعشاق رامي جمال، ومزيكته الجميلة الحقيقة اللي كل الشباب والكبار والصغيرين بيحبوها. عشان كده حاولنا نتكلم مع صناع تجربة رامي جمال الموسيقية وندردش معهم شوية. معنا دلوقتي على الهاتف الشاعر محمد عاطف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا فاطمة، أهلا بيكي وأهلا بالتلفزيون المصري والسادة المشاهدين، ودايما مصر بيت الفن والتلفزيون المصري أبو الفنون. مساء الخير طبعا، منورنا يا محمد. عايزين نتكلم عن بدايتك مع رامي جمال، جت إزاي؟ بدايتي مع رامي جمال طبعا يعني كنا طلبة في كلية التربية الموسيقية وتعرفنا على بعض، أنا كشاعر وهو كملحن ومطرب وفي الأول كان بنعمل أغاني للناس للمطربين وكده والشركات، وبعدين رامي استقل بقى وبقى يغني بنفسه. طيب محمد، لما تكون بتتعامل مع شاعر وانت شاعر وهو كمان بيكتب وبيلحن، هل بيكون مثلا في بعد شويه كده تضارب انا افكار، هو عايز يحط فكرته اكتر وهو مثلا ممكن يغير في الكلمات بتاعتك اكتر؟ بص، سر التميز بيني وبين رامي ان انا ساعات بحط حاجات لحنيه وهو ساعات بيحط حاجات في الكلام، يعني في يعني ميكس زي ما بيقولوا كده، يعني بنشتغل كده يعني. يعني انتوا تيم ورك مع بعض. عايزين نتكلم عن كواليس اول عمل جمعك مع رامي جمال. اول عمل، لا هو كان في مجموعه اعمال احنا قعدنا نشتغل فتره كبيره في الاول. يعني بسلم عليك للفنان مصطفى قمر، ما تشغلش بالك بيا، هيثم شاكر، في الليليك فضل شاكر، يعني انا مش فاكر اول عمل بالظبط، بس احنا اشتغلنا حاجات كتير جدا في الاول وبعدين ابتدينا نعرضها ونسمعها كده. اعمال كتير طبعا اشتغلت مع رامي جمال فيها، لكن اكيد في عمل مميز انت حبيته وبتفتكره دايما معاه. هو التفاهم، بس لان ممكن تشتغلي مع ملحن تقولي له مثلا لا الحته دي في المزيكا مش عجباني او كده، يتمسك برايه او العكس. اكيد. انما احنا بنبقى متفاهمين، يعني بنبقى عايزين المصلحه الاولى والاخيره ان هي العمل يطلع حلو. طيب ايه الاعمال الجديده اللي ممكن نشوفك بتتعامل فيها او بتتعاون فيها مع رامي جمال في الفتره القادمه؟ ان شاء الله في حاجات حلوه جدا مفاجاه انا مش عايز احرقها. يعني ممكن تخيلنا حته صغيره؟ لا معلش، عشان في عقود وحاجات كده ملتزم ان انا ما اطلعش حتى اسم الاغنيه، بس ان شاء الله في الفتره الجايه دي، احنا كنا بقالنا كتير قوي ما بنشتغلش مع بعض. بس الفتره الجايه ان شاء الله في حاجات لي هو وفي حاجات لناس تانية كمان. اشكرك محمد عاطف الشاعر الكبير طبعا، وبنشكرك على وجودك معنا النهارده.